مبسوط بالدوره دي، ودوره عظيمه كفايه انها تحمل اسم الفنان الزعيم عادل امام. مبسوط جدا بكل المكرمين، دكاتره في المعهد العالي للفنون المسرحيه، اساتذه كبار اتعلمنا عليهم بالتحديد، ومبسوط بكل العروض المختاره، مش عشان انا مشارك في المهرجان، لا انا عموما دايما بتابع الحركه المسرحيه في المهرجان وببقى مبسوط قوي. والمره دي انا مشارك بصوت الكيو بي، مشارك بمغامرات جيمو على الهامش، بطوله النجم فجر الحسيني وعلي كريم الحسيني وقول عبد الله يعني، وبنسى مرات هي بتغني معايا، انا عبد عبد مهم جدا، وربنا يسهل ان شاء الله يعني كل العروض وكل التعب وكل البنات. ايه رايك بقى ان بيقولوا ان المسرح خلاص انتهى؟ المسرح خلاص انتهى؟ المسرح خلاص انتهى طبعا. المسرح يمكن من 10 سنين 15 سنه كان المسرح العام اصلا، مسرح القطاع العام كان انتهى او كان بيندثر، لكن دلوقتي المسرح القطاع العام بقى هو اللي شغال عن القطاع الخاص. رايك ايه في الناس اللي بتقول ان نجوم المسرح مش واخده حقها زي نجوم الدراما والسينما؟ والله انا مش حقيقي، لان انا اصلا كمان ما بحبش التخصيص، ما بحبش النجم المسرحي والفنان السينمائي والفنان الابداعي، هو الفنان فنان. العمل الحلو بيروج لكل حاجه، يعني احنا دلوقتي لما شفنا الناس المكرمين، والله لو حد بيدرس لهم في المعهد شفت السوكسي بتاعه كان النهارده عامل ازاي، ممكن يكون شكله مش معروف قوي لما يمشي في الشارع، لكنه اثر في اجيال كتير. فانا بالنسبه لي العمل الجيد مسرح سينما ابداع تلفزيون مهم انه عمل. طب ليه الحالات بتضم عدد كبير نجوم المسرح غير السوشيال ميديا؟ للاسف احنا دلوقتي هو السوشيال ميديا هي الحل الوحيد للاسف. المنتجين مثلا ما يروحوش يحضروا عروض مسرحيه، بس المنتجين نفسهم بيجيبوا الناس المنورين في السوشيال ميديا، اذا السوشيال ميديا هي. طيب هنا نرجع لسؤالنا، فكره اللي يعني بعض المخرجين وشركات الانتاج بقوا مركزين قوي على الانفلونسر والبلوجر، وشفناهم الفتره الاخيره بيظهروا في اعمال في الوقت اللي هم متجاهلين فيه نجوم المسرح، ده علشان نسبه المشاهدات طبعا، بس في الاخر البقاء للاصلح. لما بتجيب حد مش ذوقه، وعلى فكره انا مش ضد احمد امين عظيم، ما هو طالع من السوشيال ميديا بس كان اساسه مسرح، اكرم حسني ما هو طالع من السوشيال ميديا بس كان اساسه ممثل، هي دي الفكره. طب حضرتك شايف ان ده ظلم للفنانين والفنانات؟ لو انت حلوه الموهبه كالجريمه لابد ان تكتشف في يوم من الايام، لو انت ممثله شاطره هتباني هتباني، مسرح بقى سينما سوشيال ميديا تيك توك، لو انت جواكي ممثله، ولو مش جواكي ممثله والله لو عملنا ايه؟ بتبقى زهوه وبعد كده بتبقى. شكرا لحضرتك. هقول ان الشباب هيروح في الحياه، فلازم المسرح يضم عدد كبير من الشباب، والشباب بتوع النهارده هم العواجيز بتوع بكره اللي هيبقى الشباب التانيين بيجيبوهم وبيسندوهم وبيكرموهم، ودي سنه الحياه. في ناس اعترضت على ان اسم الدوره باسم الفنان عادل امام لانه كان شغال قطاع خاص، تعليقك ايه على الموضوع؟ تعليقي ان الراجل ده ضحى بعمره كله عشان في الاخر رصيده يبقى 5 مسرحيات، يعني كان ممكن كل الفن ده يوهبه ويعمل 50 مسرحيه، الراجل فتح في كل يعني كل مسرحيه خدت 10 سنين من عمره، الراجل ده ما خدش اجازه، الراجل ده ما كانش مرفه، عشان كده دلوقتي هو من حقه انه ياخد نفسه، هو دلوقتي بيتفرج على اعماله، الراجل ده مش هيجي زيه تاني، ده بجد لا بره ولا جوه ولا هنا ولا هناك، عادل امام ده مش هيجي زيه تاني. طب ايه رايك ان هو كتكريم اسم فقط ولا كان الحضور ما حضرش؟ حضور، لانه هو دلوقتي ما بقاش بيظهر، هو عايز فعلا يفصل، راجل فضل 80 سنه شغال، انت لو بتجري 20 سنه هتتعبه، الراجل ده جري 60 سنه بدون اجازات، ده ما كانش بياخد اجازه، ما كانش بيقعد مع اولاده وما طب من وجهه نظرك ان مثلا في زي الفنانه عبله كامل والفنان الزعيم عادل امام، في فنانين ما بيحبوش يجوا يحضروا التكريمات، ايه اللي من وجهه نظرك شايفه ان هو بديل ليهم، ان هو مثلا التكريم يروح لهم مثلا البيت ولا ايه؟ والله بص، اصل الفنان لو ما حضرش تكريم دي حاجه ترجع له، ما نعرفش ظروفه عامله ازاي. اكيد التكريمات دي بتروح له، انا اكيد اداره المهرجان بتوعك. طب ايه راي حضرتك في المسرح الفتره الحاليه؟ المسرح الفترة الحالية وايه الحاجة اللي عايزة يعني حضرتك تتمنى انها تتغير؟